أهلا بيكم في أول فيديو من مجموعة الفيديوهات اللي هتنزل الفترة الجاية بإذن الله على اليوتيوب. في خلال البلاي ليست دي هنبدأ نتكلم عن شوية مميزات موجودة جوه برنامج Altium أو libraries ممكن تضاف للبرنامج بحيث إنها تسهل علينا الشغل وتقلل الوقت اللي ممكن ناخده قبل ما نعمل library ونبدأ نستخدمها. والحقيقة إن في أكتر من طريقة ممكن نضيف بيها libraries جوه البرنامج Altium، وفي طرق كان متوضحة في فيديو الباشمهندس محمد الشامي، هبحط لكم بإذن الله اللينك في الديسكريبشن. لكن ايه المميز في اللايبراري اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة؟ اللايبراري دي ميزتها انها open source، ده اول حاجة. فيها اكتر من 123,000 كومبوننت، والميزة الكبيرة في اللايبراري انها مش ثابتة، ان الكومبوننت كل وقت بتزيد، لان اللايبراري دي مش زي بقية اللايبراريز انها بتنزل وخلاص وهي اللايبراري نزلت زي ما هي. لا، اللايبراري دي عبارة عن داتابيز محطوطة على سيرفر. الداتابيز دي بتتحدث كل شوية، وانت بتعمل لينك ما بين Altium والداتابيز دي عن طريق جيت هاب، بحيث ان كل ما تنزل كومبوننت جديدة جوه اللايبراري تنزلك على البرنامج. وبعد ما نخلص خطوات تسطيب اللايبراري هبدأ اوريكو قد ايه اللايبراري دي فعلا باورفول وبروفيشنال جدا، وتقدر تعتمد عليها في شغل كتير جدا. طيب اول حاجة هنعملها هنضغط على get started now. هنلاقي فيه اول حاجة بيقول لي quick start steps، هنلاقي registration، وبعد كده هنعمل حاجة اسمها clone، وبعد كده download، وبعد كده هنستخدم اللايبراري. فاحنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل registration. تمام، طبعا دي اول مرة هتبقى بتستخدم فيها الموقع ده، فهتسجل اسمك واللاست نيم والايميل والباسورد وهتعمل registration. بعد كده هيتبعت لك ميل confirmation عشان تأكد الميل بتاعك، وهنلاقي اتفتحت لنا صفحة زي دي. اول ما تعمل لوج ان هتلاقي اتفتح لك صفحة زي دي. هنرجع على الصفحة الرئيسية تاني، هننزل تحت هنا. طبعا هو بيقول لي هنا الأول اعمل registration وبعد كده اعمل confirmation للميل. احنا هنكون خلصنا الخطوات دي، هندوس next steps. بعد كده بيقول لي اعمل download للجيت هاب ديسكتوب. ليه الجيت هاب ديسكتوب؟ لأن زي ما قلنا احنا اللايبراري دي داتا، عبارة عن داتابيز مربوطة بالنت، فاحنا محتاجين دايما الالتيم يفضل متوصل بالداتابيز دي، بحيث ان دايما اللايبراري تقدر تعمل ابديت وتضيف الكومبوننت الجديده اللي بتنزل جواها من غير ما نقعد كل شويه ننزل الكومبوننتس الجديده. فاول حاجه هنعملها ان احنا ندخل نعمل داونلود ناو. هنعمل داونلود من هنا للجيت هاب. تمام، هتلاقيه يبدا ينزل عندنا. طبعا انا عامل له داونلود قبل كده فهكنسل. هنبدا نرجع هنا تاني. تمام، بيقول لي بعد كده بعد ما عملنا لنا داونلود طبعا للجيت هاب وعملنا له انستوليشن هيفتح معانا. هنسيب الجيت هاب خالص وهندوس على حاجه اسمها كلون ناو. هيطلب مني ان انا اسمح انه يفتح الجيت هاب ديسكتوب، هقول له اوكي اوبن. وبعد كده هيبدا يعمل كلون، وهتلاقوا ملفات بتبدا تنزل، دي الملفات الخاصه باللايبراري. تمام، الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنعمل نيو لوج ان على السيرفر. هندوس من هنا كرييت لوج ان. تمام، هندخل الايميل والباسورد اللي احنا لسه عاملينهم للموقع ده. تمام، ملهمش دعوة بالجيت هاب دلوقتي، احنا دلوقتي على الموقع، فاحنا هندخل الايميل والباسورد. تمام، ونعمل لوج ان. طبعا انا هنا بعمل لوج ان. بعد ما عملت لوج ان ادوس على زرار اللوج ان. بعد ما ادوس على زرار اللوج ان هلاقي الصفحه دي اتفتحت لي، وهنا هلاقي في حاجه اسمها سيرفرز وهدوس عليها سيرفرز لوج انز، وهدوس عليها اد نيو. تمام، بعد كده هلاقي هنا حاجه اسمها databases to access، هختار من هنا Altium library وادوس create. هلاقي الصفحه دي فتحت لي،
وهدون الفايل ده اللي هو دي بي ال اي بي. بعد ما حملت الفايل اهو هبدأ اخد الفايل ده وانقله عندي على ماي كمبيوتر، بعد كده ادخل على السي، بعد كده يوزرز واختار اسم اليوزر اللي جهازك متسمي بيه، تمام. بعد كده افتح دوكيومنتس، هتلاقي جوه دوكيومنتس هتلاقي في فايل اسمه جيت هاب، تمام. جواه هتلاقي في فايل اسمه Altium Library، ده الفايل اللي احنا عملنا له كلون قبل كده والمفروض ان يكون نزل، تمام. هتعمل كنترول في، طبعا هو موجود عندي قبل كده، نعمل له كنترول في قبل كده، بس انت هتعمل كنترول في وتنقل الفايل هنا. بعد ما تنقل الفايل تضغط عليه دبل كليك تفتحه، هتلاقيه فتح معاك جوه برنامج Altium، تمام. دي كل اللايبراريز اللي موجودة ومرفوعة المفروض على جيت هاب، والمفروض ان هي نزلت عندك. هتلاقي حاجات كتير جدا، يعني سيراميك كاباستورز، المونيوم كاباستورز بكل انواعها بكل مقاساتها بالاكواد بتاعتها، بالسبلاير لينك كمان، يعني انت لو عايز تطلع فايل بيل اوف ماتيريال بعد ما تخلص البروجكت بتاعك فهيبقى الموضوع ما فيهوش اي مشكلة، لان الكومبوننت نازلة جاهزة بال 3D الموديل بتاعها، بالفوت برينت، بالسبلاير لينك، بكل الداتا عنها. فبعد ما نسطب حتى هوريكو شكل اللايبراري من جوه وازاي ممكن تبدأ تسرش جواها. احنا بس فاتحينه هنا عشان نتأكد ان هو كونكتد بالمنظر ده، هو كده كونكتد بالسيرفر، تمام، لان الفايل ده عبارة عن فايل بيربط بين الداتابيز بتاعتك والالتيم، فمادام هو كونكتد كده يبقى مفيش اي مشاكل وتقدر تستخدمه بسهولة، هيعمل ابديت على طول. لو في مشكلة هرفع لكم فيديو برضو بيوضح ازاي تبدأ تحل المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتسطب اللايبراري دي، تمام. دلوقتي احنا عايزين نبدأ نسطب بقى كل اللايبراريز دي او كل الكومبوننتس دي على عند الالتيوم. فهنيجي من كومبوننت، نضغط على الزرار ده، هنلاقي في حاجة اسمها File Based Libraries Preferences، نضغط عليها، تمام. هنلاقي في 3 اختيارات هنا، هنختار تاني واحد اللي هو Installed، ونبدأ نختار الفايل بتاعنا من هنا اللي هو الفايل اللي احنا حطيناه في الفولدر بتاع الجيت هاب. من Users اختار اسم اليوزر بتاعك، بعد كده Documents، بعد كده جيت هاب Altium Library. هو الاول بيسلكت الفولدر اللي انت هتختار منه، فهتقول له ماشي سلكت لي الفولدر ده، وبعد كده تبدأ تضغط انستول وتختار نفس الاختيارات تاني وتدخل في الالتيوم لايبراري وتختار الفايل اللي احنا منزلينه اللي هو ده وهتدوس اوبن. في حالة ان انت ملقتش الفايل ده ظاهر فانت هتيجي على الجنب هنا، وممكن هتلاقيه مختار اختيار واحد من هنا ان هو مختار انتجريتد لايبراري مثلا، فانت لا هتقول all files عشان يبدأ الفايل ده يظهر لك، تمام. وهتبدأ تختار، اول ما هتختار الفايل وتعمل install هتلاقي الشكل ده ظهر لك، لانه مش هيبقى ظاهر لك في الاول. هتلاقي ده الداتابيز اهي مكتوب على داتابيز، تمام، هتلاقي ابتدى تظهر لك هنا. واول ما تعمل close هتضغط هنا هتلاقي كل الكومبوننت نزلت لك، كل الكومبوننتس اللي موجوده في اللايبراري نزلت لك، ترانزستور، سويتشز، سنسورز، ريزيستورز. يمكن الحاجه اللي تعتبر مشكله شويه في اللايبراري دي ان كل الكومبوننت اللي فيها سيرفس ماونت، مفيش حاجه ثرو هول، يعني انا تقريبا دورت معظمها، يعني تقريبا ممكن تلاقي السويتشز دب اهي بس معظمها سيرفيس ماونت، حتى هتلاقي الريزيستورز والكاباستورز سيرفيس ماونت، بس طبعا متنظمة بطريقة
احترافية جدا يعني، هي بس بتاخد فترة شوية على ما تلود لأن حجم الفايلات كبير. احنا بنتكلم في 123,000 كومبوننت ويمكن أكتر من كده كمان، فأكيد الكومبوننت بتاخد فترة على ما تلود. طبعا بعد ما الكومبوننت دي عملت لودنج تمام، دي عبارة عن ريزيستورز سيرفس ماونت، الكود بتاعها 0402 تمام، فتحت قدامنا اهي. فاحنا دلوقتي عايزين نبدأ نختار مثلا ريزيستور بقيمة معينة بوات معين. فالحاجات دي مثلا مش ظاهرة يعني، احنا عندنا الكومبوننت تحت هنا، الكومبوننت الواحدة ادي الموديل بتاعها الاسكيماتيك، وادي اللي اوت 3D و2D تمام، والسبلاير لينك كل الداتا عنها، دي من دي جي جي مثلا تمام. فاحنا عايزين نبدأ نختار ريزيستور من دول على حسب الوات بتاعها والريزيستنس. فاحنا هنيجي هنا نضغط كليك يمين، هنلاقي عندنا حاجة اسمها سيلكت كولوم، هنلاقي دي ظهرت لنا كده. من سيلكت كولوم دي هنلاقي فيتشرز كتير قوي، هنروح نختار منها الباور، ده هتلاقيه مثلا مقفول كده تمام مش ظاهر، هتظهر الباور ونظهر معاها الفاليو تمام. وممكن نعمل لها نطلعها اب بس مش فارقه كتير يعني. ده هنا بتختار اللي هو ايه، بحيث مثلا خلينا الفاليو فوق والبار فوق، وندوس اوكي. هنلاقي هنا اتغير الترتيب في الصف لان احنا طلعناهم فوق، فبقى الباور اهو والفاليو اهي بالاوم او بالكيلو اوم تمام. عشان نختار حاجة من دول بسهولة جدا، نيجي هنا شايفين العلامة دي، هندوس عليها هتلاقي كل الوات الموجود، تختار مثلا في الرينج ده مثلا من 0.125 ل 8 وات تمام. ونيجي هنا نختار الفاليو من نفس الزرار برضو، عايزين مثلا كام، اي حاجة يعني 12 كيلو اوم مثلا كده. احنا قدرنا نحدد الكومبوننت او المقاومة اللي ما بين 0.21 وات، 0.12 وات و 8 وات، والفاليو بتاعتها 12 كيلو اوم، وبرده نازله بالاسكيماتيك باللي اوت بتاعها، وتقدر تستخدمها على طول من غير اي مشاكل. نفس الموضوع تقدر تعمله في اي كومبوننت تانية، لو كاباستورز مثلا فتح تختار على اساس الكاباستنز والفولتج، ف بس كله بنفس الطريقة. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم وعجبكم، لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده هيدعم ان احنا نعمل فيديوهات اكتر الفترة الجاية. وكل المعلومات اللي اتقالت بإذن الله هتكون موجودة في الديسكريبشنز، كل الويب سايتس، الحاجات اللي ممكن تحتاجوها، حتى المشاكل اللي ممكن تقابلكم هيبقى محطوط عنها فيديو في الديسكريبشن. وشكرا.